تحتفل قناة لوجوس تي في بمرور 7 سنوات على انطلاقها، وبهذه المناسبة تتقدم أسرة لوجوس تي في بالشكر لجميع مشاهديها ومحبيها في كل مكان، وتدعوكم لمشاركاتها حفلها السنوي 7 المقام تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، وبحضور ضيوف الشرف سعادة السفيرة لمياء مخيمر قنصل مصر العام بالساحل الغربي، والفنان القدير محمود قبيل، وذلك يوم الأحد 12 فبراير الساعة 5 مساء بتوقيت كاليفورنيا، والمقام بقاعة رينيسانس بجلانديل على العنوان التالي: للاستمتاع ببرنامج الحفل الذي يضم فقرات عديدة روحية ووطنية فنية بمشاركة المايسترو عادل اسكندر وفرقته، ومن بين هذه الفقرات فقرة الترانيم للمرنم بيتر سعد والمرنمة سيلفيا عادل، وأيضا فقرة الشعر وتضم أجمل القصائد للشاعر المحبوب الدكتور بشرى عجبان، وهذا بالإضافة لعشاء فاخر وهدايا للحاضرين وفقرات عديدة أخرى. الدخول بالحجز مسبقا. قيمة التبرع للتذكرة $100. للحجز والاستعلام الاتصال بالرقم التالي. أسرة قناة لوجوس تي في تتقدم بكل الشكر لمشاهديها ومحبيها الكرام في كل مكان الذين عددوا القناة وساهموا في استمرارها، ونتمنى لكم عاما سعيدا، وكل عام وأنتم بخير. لوجوس تي في.